بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على ستات الظاهر، ستات تابر وير. معانا النهارده طقم السيجنتشر الجديد الملون الكريسماس. كل سنه وانتم طيبين، هابي نيو يير. اول بشاير السنه الجديده، خط انتاج لتابر وير جديد ل 2001 20 يعني 21. زي ما شايفينه كده التحفة، اللي ملحقتش تجيبه تلحق تجيبه النهاردة لانه اخر يوم في العرض. العلب فظيعة يا جماعة، حلوة جدا جدا. بالنسبة للعلبة الكبيرة دي حجمها لتر اهو زي ما شايفينها، عريضة قد ايه، انا مصورها لكم اهي من الجنب قد ايه عريضة قد ايه مرتفعة. ده السمك بتاعها، دي حجمها لتر. اتفقنا ان كل ما هو يفتح لفوق كده هو سيجنتشر، كل ما هو بنفتحه لفوق كده هو سيجنتشر. العلبة اهي تقفل محكمة، سمعت التكة ازاي؟ سمعت التكة محكمة جدا. هتحطي بقسماط، هتحطي كيك، هتحطي جبنة رومية، هتحطي جبنة بيضة، هتحطي لانشون، تحطي بواقي اكل، تتبلي سمك، تتبلي بانيه، تتبلي لحوم، تلاجة، خروج، هدية طبعا، هدايا العيد متميزة جدا برسومات جديدة. اللي ملحقش يجيبه يا جماعة يلحق يجيبه ويطلبه النهاردة، روعة روعة روعة. احنا لسه مستلمينه النهاردة. زي ما قلنا علب السيجنتشر فيها هنا زي جوانب زي ما انتم شايفين كده. ليه الجوانب دي؟ علشان امكانية تحطي العلبة التانية كده عليها من فوق، تبقى حاجز تحجزي بيها وترصيهم فوق بعض كده. العلبة دي انا فاتحاها يا جماعة بس عشان اوريها لكم قد ايه عميقة من جوه. بص اللون، بص الجمال، سامعين التكة دي زيها. اللون التاني ده الطقم كده، تلات الوان. في حواجز الجناب عشان تحطيهم فوق بعض يبقوا ثابتين زي ما انتم شايفين كده. ادي المنظر اهو من بعيد، الوان روعه. العلب السيجنيشر الصغيره دي تاخد نص كيلو بن، تاخد نص كيلو رز، سوري سكر، شاي، بن، بهارات، لانش بوكس طبعا روعه. تاخد نص كيلو حلاوه، بتاخد في الثلاجه قالب جبنه لو هتحطيها في الثلاجه. هي لانش بوكس يعني فظيع شيك جدا، ينفع اهو تقسيمه للولد وللبنت وللكبير وللصغير. طقم روعه يا جماعه، روعه، اوعوا تفوتوه. اخر يوم في العرض النهارده للطلب. عند الاستلام بيكون في مفاجآت ساره في الالوان وفي الاحجام وفي الاشكال. تابر وير، شكرا تابر وير على ما هو جديد. كل سنه وانتم طيبين، عام جديد سعيد باذن الله عليكم وعلى امتنا كلها. مع تحيات تابر وير الظهر.